بسم الله الرحمن الرحيم. البرزنتيشن بتاعتنا النهارده بتتكلم عن السبيس. احنا تيم اي او 3 ام، احمد محمد حسين وعمر ممدوح ومواجه احمد ومحمد خالد وانا محمد حامد. الاوت لاينز بتاعتنا النهارده تعرفنا حاجات كتير قوي عن السبيس، يمكن اغلبيتكم ما كانش سامع عنها قبل كده، بس انا متاكد منه ان انتوا بعد ما تخلصوا البرزنتيشن نظرتكم هتتغير للكون، ولما تيجي تبص للسماء بعد كده هتشوفوا الكون بمنظور تاني. طب قبل ما نتعرف على الكون والحاجات اللي فيه، لازم الاول نعرف شكل الكون عامل ازاي. طبعا كلنا عارفين ان احنا عايشين على كوكب الارض، كوكب الارض موجود في سولار سيستم اللي هو موجود في انترستيلر نايبر هود، وكل الكلام ده في مجرتنا ميلكي وي. لحد هنا اغلبيتنا عارف الكلام ده، لكن ممكن اغلبيتنا ما يعرفوش ان مجرتنا موجوده في لوكال جالاكتيك جروب اللي هو موجود في فيرجو سوبر كلاستر، موجود في لوكال سوبر كلاسترز. كل ده تحت الكون المرئي او المنظور اللي احنا شايفينه، يمكن في اكبر من كده في الكون. طب حد عمره سال نفسه ازاي الكون ده متماسك منهارش على نفسه؟ ده بسبب الجرافيتي، اللي بسبب السبيس تايم اللي سنه 1905 البرت اينشتاين لما جه حط قوانين النسبيه العامه بتاعته، قال ان الكون مش 3 دايمنشنز بس، اكس واي وزد. قال ان هم 4 دايمنشنز، اكس واي وزد وتي. التي هو الزمان والاكس واي زد هم المكان، وجاي من هنا مصطلح الزمكان او السبيس تايم. وده شكل ازاي الجسم لما بيتحط في السبيس تايم بيتني النسيج ده، بسبب الدنسيتي بتاعته مش بسبب لا الفوليوم ولا الماس، وده هنعرفه اكتر قدام في البلاك هولز. طب بعد ما عرفنا شكل الكون والحاجات اللي احنا شايفينها وشايفين تاثيرها، طب ايه حاجات احنا مش بنشوفها بس شايفين تاثيرها؟ الحاجات دي زي الدارك ماتر والدارك انرجي. الدارك ماتر والدارك انرجي بيمثلوا 95.1% من الكون، ودي نسبه كبيره جدا، يعني كل اللي احنا شايفينه ده 4.9 بس. طب عرفناها ازاي؟ عرفناها بسبب تاثيرها. لسنه 1930 فريزر زافسكي لما جه يدرس كتله الكوما سوبر كلاستر، جمع كتله الحاجات اللي جواها، لقى ان مجموع كتلتها كتل الحاجات اللي جواها اقل 6 مرات من كتله الكوما سوبر كلاستر كلها. طب ده يرجع لايه؟ هل ده غلط في الحسابات؟ لا، ده يرجع ان في حاجه موجوده بس انا مش شايفها، بس عامله ماس كتيره جدا في الكوما سوبر كلاستر. الحاجه دي سماها بعد كده دارك ماتر. طب وايه الدارك انرجي؟ دارك انرجي ادون هابل لما كان جاي يدرس الريد شيفت والبلو شيفت للضوء اللي جاي من النجوم والمجرات، لما النجم بيبعد عننا بيحصل ريد شيفت، ولما بيقرب بيبقى بيقرب مننا الضوء اللي جاي بيحصل له بلو شيفت. لما جه يحسبه لقى ان الريد شيفت اللي بيحسبه اقل بكتير جدا من الريد شيفت الحقيقي، والبلو شيفت اللي بيحسبه اكبر بكتير جدا من البلو شيفت الحقيقي. طب ده يرجع ايه؟ يرجع ان في فورس بتزق الحاجات دي بعيد عننا، والفورس دي سماها دارك انرجي. وده كان لما بحذف حاجه لفوق بدل ما ترجع للارض بفضل ازقها ان هي تطلع لفوق تاني، وده بيخلي الكون ياكسلريت، وده هنعرفه قدام اكتر في الاكسبانشن. طب بعد ما عرفنا الحاجات عن الكون، حاجات احنا شايفينها وحاجات مش شايفينها، طب هل عرفنا نستغل الكون؟ اه عرفنا نستغله، في رجال اعمال كتير عرفوا نستغل الكون، منهم ايلون ماسك، وده اللي هنعرفه مع احمد حسين. ماسك هو واحد من انجح رجال الاعمال والمستثمرين في التاريخ، وواحد من اول 50 شخص في قائمه اغنى رجال العالم، وطبعا نجاح الثروه دي ما كانتش من فراغ، لكن ده بسبب ان ايلون ماسك هو رئيس شركه سولار سيتي المتخصصه في مجال الطاقه الشمسيه، كو فاوندر لنيور لينك وبين اي متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، كو فاوندر لتسلا موتورز في الكتريك كارز، والفاوندر لباي بال في الاونلاين مانجمنت سفيرز، واخيرا هو الفاوندر لسبيس اكس. وهنركز النهارده على سبيس اكس اللي بتعتبر من انجح الشركات في مجال الفضاء. سبيس اكس بتشتغل في مجال تصميم وتصنيع واطلاق الصواريخ والمركبات الفضائيه، وهدفها الرئيسي انها تسمح للناس ان هم يعيشوا في كواكب تانية، وانها تقوم برحلات منتظمه وامنه للبشر في الفضاء. المشكلات اللي بتواجه الشركات في مجال الفضاء ان تكلفه انتاج الصواريخ بتبقى عاليه جدا، ممكن توصل 50 مليون دولار، ومع ذلك بيستخدم مره واحده بس وبيتم تدميره في الجو. وهنا جه دور سبيس اكس في انها تقدم صواريخ يمكن اعاده استخدامها، منها الفالكون 9 والفالكون هيفي. تاني حاجه هي سبيس دراجون 2، دي نسخه معدله من سبيس دراجون، هو كمان بيعاد استخدامه وبيرجع على الارض عن طريق حاجه اسمها سبلاش داون، هو ان الباراشوت بيفتح اول لما يخش الغلاف الجوي لحد ما ينزل في المايه. تالت حاجه هي ستار لينك، وهي عباره عن مجموعه من الساتلايتس بيتم اطلاقها حوالين الارض، والهدف منها ان يغطي الكوكب كله بالانترنت في اقصى سرعه. ايلون ماسك بيحاول يستعمر المريخ، وده فيديو بيوضح ازاي هو عايز يعمل كده. ممكن نستفيد من الفضاء بأشكال كتير، ودي اللي هتوضح أكتر مع مواجهة. حتى خيال الحياة من غير سبيس تبقى عاملة إزاي؟ إحنا بنستفيد من سبيس بشكل كبير قوي عن طريق الساتلايت، زي الكوميونيكيشن ساتلايت. الأول كنا بنستخدمها في التلفزيون والراديو، دلوقتي بنستخدمها في الموبايل والإنترنت، وده عمل لينك بين العالم كله وخلانا نتواصل مع بعض بشكل أسهل وأسرع. كمان جي بي إس في الموبايل، ده بيديترماين البوزيشن بتاعنا، بيساعدنا نعرف الطرق الزحمة، وده وفر لنا وقت كبير. بس هي ازاي الماب بتظهر على الموبايل؟ ده عن طريق ريموت سنسنج ساتلايتس، هما بيعملوا سكاننج لسطح الارض كله، وبذلك بنستفيد منهم بشكل كبير، ان احنا بنعرف درجه حراره الجو بشكل يومي، ممكن نعرف لو في ناتشرال ديزاستر زي الهوريكينز والايرث كويكس، كمان ممكن نعرف لو في اماكن المعادن.
بس احنا لو فكرنا بشكل تاني هنلاقي ان احنا ممكن نستفيد من سبيس عن طريق ان احنا نعيش على سطح غير سطح الارض زي ما ايلون ماسك كان عايز يعني. ولو اخترنا مارس ومون وعملنا كومبارزن بينهم هنلاقي ان اليوم على مارس 24 ساعة وعلى مون 28 يوم. جرافيتي على مارس 38% of earth بس على مون 16.67% of earth. على مارس الوذر ساني ممكن نستخدم سولار بانلز انجينيرنج الكتريستي بس على مون مفيش وذر، بالرغم ان مون اقرب ونوصل له في 3 دايز، مارس ابعد ونوصل له في 6 مانث، الا ان الحياه على مون شبه مستحيله. ولكن لو استخدمنا ادفانس اكويبمنتس ممكن نعيش على مارس، وكل ده على النطاق الضيق. محتاجين نعرف حاجات اكتر عن سبيس عشان نستفيد منه بشكل مختلف، وده اللي هنعرفه مع عمر ممدوح. دلوقتي هنتكلم عن البلاك هولز والورم هولز. في الاول خالص هنسال ثلاث اسئله، ايه هي البلاك هولز والوايت هولز والورم هولز؟ البلاك هولز بتبقى جريت اماونت اوف ماتر بيبقى باكد في فيري سمول سبيس، وهي مكان في السبيس عندها الجرافيتيشن فيلد بيبقى كبير جدا، مفيش حاجه بتقدر تهرب منها حتى اللايت. ثاني حاجه الوايت هولز، الوايت هولز لسه العلماء ما اثبتوش وجودها لحد دلوقتي، وهي بالظبط عكس البلاك هولز، كانت ابزورب الماتر بس كان اونلي اكسبلزد. ولو فعلا الوايت هولز دي موجوده هيظهر مفهوم جديد اسمه الورم هولز. ايه الورم هولز دي؟ الورم هولز دي بتبقى كومباينيشن ما بين البلاك هولز والوايت هولز، هي تقدر تخلي الماتر يخش عن طريق البلاك هول ويظهر مره تانية في حته تانية في السبيس عن طريق الوايت هول. بعد كده في البارت بتاعت البلاك هول هنتكلم عن الايفنت هورايزون. الايفنت هورايزون دي بارت من البلاك هول مفيش حاجه بتقدر تهرب منها لو دخلت الرينج بتاعتها، وهي عباره عن بيج سفير بتكون محاطه من بتكون محاطه بالبلاك هول وبتابزورب اني ماتر يخش الرينج بتاعتها حتى اللايت. تاني حاجة السنجلاريتي، السنجلاريتي بتبقى بارت من البلاك هول عندها الماس بتاعت البلاك هول كلها بتبقى كومبريسد في الحتة دي، فعشان كده السنجلاريتي عندها انفاينايت دينستي فبتتني السبيس تايم بشكل كبير. تالت حاجة الاكريشن ديسك، الاكريشن ديسك عبارة عن ديسك متكون من ستيلر ماتيريال وبيكون حوالين البلاك هول وفورمينج سبايرال. ودي أول صورة اكتشفوها البلاك هول وبتثبت فعلا وجود البلاك هول في السبيس. وده كومباريزون بسيط ما بين البلاك هول والوايت هول، ازاي البلاك هول بيابزورب الماتر والراديشن وازاي الوايت هول بيميت الراديشن تاني. ودي صوره توضيحيه للورم هول، ازاي الورم هول بيخلي الماتر يخش عن طريق البلاك هول ويظهر مره ثانيه في حته ثانيه في السبيس عن طريق الوايت هول. بعد ما عرفنا كل ده عن السبيس، يا ترى ايه مصير الكون؟ وده اللي هنعرفه عن محمد خالد. طيب زي ما احنا عارفين ان الكون بتاعنا ده واسع جدا، مجرات ونجوم وشموس وكوكب الارض والى اخره. خليني اسال سؤال، هو الكون ده بيوسع ولا بيصغر ولا ثابت؟ الحقيقه الاسئله دي العلماء فكروا فيها كتير جدا على مر الزمن. كلنا عارفين ان اصح نظريه لتكوين الكون هي ذا بيج بانج ثيوري، وبعض من العلماء دول قال انه بيوسع وبعدين بيرجع يصغر تاني بفعل الجاذبيه لحد ما ينسحق بنظريه اسمها البيج كرنش زي اول صوره على الشمال. ومنهم قال انه بيوسع بس سرعه الاتساع دي عماله تقل لحد ما يوصل لحاله التريليون زي تاني صوره. ومنهم قالوا ان اول ما بدا لحد ما لا نهايه بيوسع بسرعه ثابته. طب ايه الصوره اللي على اليمين خالص دي؟ دي الاكسلريتنج يونيفرس، دي اكتشفوها صدفه وطلعت هي الصح. يبقى كده وصلنا لان الكون بيتسارع في التوسع او بيأكسلريت. طب عرفوا منين كده؟ سنه 1998 كان في فرق بحث النوع من الانفجارات النجميه، النوع ده اسمه تايب 1 اي سوبر نوفا، وده من الانفجارات الساطعه جدا اللي ممكن عليه يتشاف في السماء. المهم لما جم يدرسوا ويصوروا الانفجار ده لقوا ان الصوره اللي وصلت شده الاضاءه بتاعتها اقل من المحسوب. طب فين الغلط؟ هل المعدات بتاعتهم لا المعدات صحيحه وتعدلت في اكتر من تجربه ثانيه؟ المهم قعدوا يدوروا كده على غلطه لحد ما جه عالم قال لهم ان مفيش غلطه ولا حاجه. اللي انتوا شايفينه ده بسبب ان الكون بيتسارع في الاتساع بيأكسلريت. طب ده مخالف للمنطق، منين في جاذبيه بتبطئ الاكسبانشن ومنين في اكسلريشن؟ من النقطه دي وصلوا ان في طاقه اسمها الدارك انرجي اتكلمنا عليها في الاول، الطاقه دي هي المسؤوله عن الاكسلريشن ده. كل ده بيوصلنا لسؤال مهم قوي، هل الحياه بره كوكب الارض حاجه حقيقيه ولا لا؟ الحقيقه السؤال ده ملوش اجابه واضحه لحد دلوقتي. ليه؟ لان مفيش اي دليل على وجود حياه بره كوكب الارض، انما بمنظورنا للكون وقد ايه هو واسع يعني ليه لا. كده نكون وصلنا لنهايه البرزنتيشن بتاعنا، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا بقدر الكافي منها وفتحت قدامكم توبكس كتير تقروا عنها. شكرا.